الشيء المزري اللي تعيش فيه الجهة هذه. شيء آسف ناس تقول خاتين البلدية حالة الهندي والتوابي. نطلب من السلطات تعمل لفت نظر لها الجهة المنسية. وما فماش إنارة وما فماش طريق وما فماش أي. احنا تصب مطر تلقينا معزولين حابسين هنا فرد مرة، واللي نطلبوه يسكر علينا الباب. انا حبسوا كي تصب مطر، كان لقينا تراكتور علاش نخرجوا؟ كي ساعة لساعة يمرض واحد والحال هو مريض نهزوه تراكتور ظل يخذ فيه يطلعوا غاديك ما يخلطوا. كان كامل فرد مرة تهربنا البلدية ومشينا المرة الأولى والثانية والثالثة. الوعد موجود وما فماش. طلبنا وشكينا ومشي مرة مشي اثنين وما جانا حتى حد وما قالنا حتى حد. يعني غفشتانا نعرضوا لهم يهزوا لما نعرضوا لهم غادي سبيد رويت وينحوا دباشهم وباش يجيبوه. معناها انتم هناك تخرجوا تلبسوا ابواب تلبسوا من حتى البوت ما يجي ما يعديش ما يعديش. طريق اللي يربط من جي بي تروا من السبيخة الهندي زيتون محفر محفر حتى الهندي الزيتون. وعنا طرف بيس زاد هلا حتى للدار متاعنا. احنا عامين عامين ولا اكثر نعينوا في الشيء هذا في التصليح وفي الواحد وما وصلناش. احنا 20 سنه من قبل الكورونا ونحن نعينوا فيه الشيء هذا والتو ما جانا حد وما تلفت لنا حد. طالبين تصليح الكيس وهالبيست هذا. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.